السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. عارفه راسي غبرت عليكم بزاف ولكن كنت غادي نخدم بزاف ديميناجمون ولكن انا رجعت لكم. وجدوا راسكم لحقاش اليوم غادي نهضر لكم على واحد الموضوع اللي مهم بزاف اللي سولتوني عليه يعني بزاف في انستغرام اللي هو الصيام المتقطع. سي ان بروغرام اللي انا كنديرو شخصيا واللي كنعطيه للكليانات ديالي واللي فريمون كنقدروا نطيحوا به 2 كيلو 3 كيلو في السيمانه على حسب كل واحد والجسم ديالو. خاصكم تعرفوا بلي كاينين بزاف ديال الطوارئ اللي نقدروا نديروا بهم صيام متقطع. نقدروا نوعوا نهار نديروا ان بروغرام عادي نهار نديروا صيام متقطع. نقدروا نديروا 5 ايام ديال صيام متقطع والويكاند باريزونط نقدروا نتبعوا ان بروغرام نورمال. نقدروا نبداو كذلك ب 14 ساعه 16 ساعه حتى 18 ساعه ديال صيام متقطع على حسب الجسم ديالكم شحال يقدر يستحمل. بالنسبه لي انايا كندير 16 ساعه يعني عندي لكم واحد ليكزومبل. كنبدا الغوبا الاول ديالي مع 12 ديال النهار كندير دوزيام غوبا مع 4 ديال العشيه واخر غوبا كنديرو مع 7 ديال العشيه. من بعد 7 ديال العشيه نقدر نشرب الماء نشرب يعني انتزان ولكن ما عنديش الحق ناكل. كذلك حتى الغد ليه حتى 12 غادي عندي الحق باش ناكل. اليوم غادي نشرح لكم كاع لي سكري اللي كنستعملهم الماكله اللي كناكلها كيفاش كنطيبها لي غوبا الرياضه فوقاش خاصنا نديروها واش قبل ولا من بعد الصيام المتقطع. المهم بقاو معايا غادي نشرح لكم كل شيء. ولكن قبل ما نبداو كنصحكم تشوفوا لاباج انستغرام ديالي لحقاش كنشارك كل نهار دي فيديو ديال السبور كوتشينغ الماكله لي زاسيت اللي كناكلهم. وكذلك هاد السيمانه غادي ندير دي كوتشينغ غراتوي يعني الرياضه غراتوي ا ديستانس مع دي فام. دونك الا كنتو انتريسي سي غراتوي كنعرض عليكم من هنايا. اجيو عندي الانستغرام كتبوا لي ا ميساج اون بريفي اي سا بارتير دو لا سيمين بروشين ان شاء الله. اول حاجه غادي نديرها قبل ما نبدا النهار ديالي قبل ما ناكل الوجبه الاولى هي الرياضه. مهمه بزاف الرياضه واخا ما يكونش عندكم الماتيريال في الدار ماشي مشكل نقزوا الحبل نديروا الرياضه سو بلاس اي حاجه. المهم هو نحرقوا دي كالوري قبل ما ناكلوا الوجبه الاولى. علاش؟ لحقاش الجسم ديالنا كيكون خاوي دونك فين كيمشي الجسم ديالنا ياخذ داك لو كاربورون ديال الانرجي اللي خاصها كيمشي ياخذها من الدهون ديالنا اللي كيكونوا مستوكين. بعد ما نوريكم الوجبه الاولى غادي نصاوب دي بانكيك والبطاطا الحلوه. المهم خليكم معايا. غادي نوريكم دابا المقادير. غادي نحتاجو 80 غرام ديال البطاطا الحلوه مسلوقه 2 معالقات ديال لافارين ديال الكوكو اللي نحتاجو 2 معالق ديال دانون ناتور 50 ملل ديال الحليب 2 ديال البيضات وعندنا هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الخميره. دابا عندي 4 ديال العشيه غادي نوريكم الوجبه الثانيه اللي غادي ناكلها. على حسب الوجبه الثانيه غادي نحتاجو هاد لي غاليت دو سارازان ما كيكونوش فيهم بزاف ديال لي كالوري. غادي ناخذ 2 غادي نسخنهم واحد شويه في المقله
غادي نحتاجو نص افوكا جوج ديال لي بلون دو بولي كاري ديال الفرماج فري سون ماتيير غراس 0% عندنا هنا الابزار الملحه وشويه ديال السلطه النهاية ديال هذا الفيديو كما شفتوا معايا الوجبة الأخيرة ديالي كانت مع السبعة ديال العشية كما شفتوا ما فيهاش كربوهيدرات يعني كاع داكشي اللي هو خبز الروز لي بات أي حاجة من هذا النوع ما كتكونش في العشاء يعني باش نقدروا نطيحوا الوزن بسهولة قبل ما ننسى مرحبا بكم السيمانة الجاية غادي ندير واحد لو كوتشينغ غراتوي سبورتيف السيمانة كلها غادي نترينيو أونسومبل أون فيزيو أبل دونك سي با غراف راكم تو بعاد غادي نشوفو في الكاميرا غادي نترينيو أونتخو فام إلا بغيتو بلوس دو موتيفاسيون إلا بغيتو تعلمو لي سيونس دو سبور إلا بغيتو تعرفو الحركات باش كيصلاحو مرحبا بكم كلكم وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو كنتمنى تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا من هذا الفيديو اللي صورت لكم وسيقوني الى تبعتوا النصائح ديال السي متقطع بالتفاصيل واحترمتوا السوايع ديالكم غادي يكون عندكم واحد النتائج اللي هما مزيانه بزاف خاصكم تعرفوا بلي الا بديتوا السي متقطع السيمانه الاولى جوج سيمانات الاولين غتطيحوا الوزن بزاف تقدروا تطيحوا من 3 حتى 4 كيلو جوج سيمانات الاولين ومن بعد الجسم ديالكم غادي يبقى غادي بشويه بشويه حتى توصلوا للهدف ديالكم المهم السلام عليكم.